وينضم إلينا موفد التلفزيون المصري علاء رشوان من العاصمة الصينية بكين. أهلا بك علاء. يعني ضعنا في البداية حول أبرز التفاصيل وأجندة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى العاصمة الصينية بكين. صباح الخير محمد، صباح الخير دينا، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر بالتلفزيون المصري. وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ نحو الساعة إلى العاصمة الصينية بكين في مستهل زيارة سيادته الهامة إلى العاصمة الصينية بدعوة من الرئيس الصيني جين تشين بينغ. هذه الزيارة تعد الزيارة السابعة للسيد الرئيس منذ عام 2014، ما يعكس عمق ومتانة وقوة العلاقات التي تربط بين القاهرة وبكين. جدول أعمال السيد الرئيس خلال هذه الزيارة الهامة جدول متخم باللقاءات المتعددة سواء على المستوى السينائي الثنائي ومستوى الجانبين المصري والصيني، أو فيما يتعلق باستقبال ولقاءات السيد الرئيس المنتظر أن يعقدها سيادته مع عدد كبير من صناع القرار سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي مع الجانب الصيني، بالإضافة أيضا إلى الشق الهام من زيارة السيد الرئيس وهو حضور سيادته للدورة العاشرة من منتدى التعاون العربي الصيني الذي يحتفل في هذا العام بمرور 10 سنوات منذ تدشين هذه الآلية الهامة لدى زيارة الرئيس الصيني السابق إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في عام 2014. هذه الزيارة تؤسس لصفحة جديدة من العلاقات المصرية الصينية، خاصة في ضوء تنامي هذه العلاقات على كافة الأصعدة على الصعيد السياسي. مصر والصين تربطهما علاقات من التنسيق والتشاور حيال كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ربما أبرزها الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدخل يومه 39 بعد 200. في هذه القضية سوف يشهد السيد الرئيس والنظير الصيني عدد كبير من المباحثات التي تربط بين الجانبين المصري والصيني على المستوى الثنائي وعلى المستوى الموسع بحضور وفدي البلدين، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نتحدث عن مكافحة الإرهاب، نتحدث عن إصلاح آليات عمل الأمم المتحدة وغيرها من القضايا الهامة. أيضا على الشق الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي سوف تشهد هذه الزيارة عقد عدد من المباحثات التي تجمع السيد الرئيس بداية مع نظيره الصيني في قمة مصرية صينية ثنائية سوف يستقبل خلالها الرئيس الصيني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر قصر الجمهوري أو قصر الشعب الجمهوري في العاصمة بكين، بالإضافة أيضا إلى استقبال السيد الرئيس بمقر إقامته لعدد من رؤساء مجالس كبريات الشركات الصينية العاملة في عدد كبير من المجالات والقطاعات. هذه المباحثات الثنائية والموسعة التي سوف يشهدها ويحضرها ويعقدها السيد الرئيس خلال هذه الزيارة سوف تمثل إضافة قوية إلى مجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ميزان الحجم الميزان التجاري بين القاهرة وبكين يناهز 19 مليار دولار. هناك حجم كبير من الاستثمارات الصينية المباشرة في عدد من القطاعات المصرية، نتحدث عن قطاع البترول، النقل الذكي، البنية التحتية، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من هذه المجالات التي شهدت طفرات متعاقبة ومتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية. كان الجانب الصيني أحد أهم شركاء التنمية لمصر خلال هذه السنوات الماضية. نتحدث أيضا عن حجم استثمارات مباشرة صينية توفر أكثر من 40,000 فرصة عمل مباشرة للشباب المصري في كل هذه القطاعات التي أشرنا إليها. مصر تعد أكبر شريك تجاري لثالث أكبر شريك تجاري في القارة الإفريقية، وتنظر الصين إلى مصر باعتبارها بوابة كبيرة وهامة لنفاذ الصادرات والمنتجات الصينية للمنطقة العربية والقارة الإفريقية بشكل عام. هذه الزيارة محمد تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى المستجدات الإقليمية التي تحدثنا إليها، والتي أيضا تشهد اهتمام كبير من الجانب الصيني لمساندة الحقوق والمواقف العربية في المحافل الإقليمية
العالمية والدولية، وأيضا تمثل إضافة قوية لمجمل العلاقات المصرية الصينية خاصة على الصعيد الاقتصادي، وينظر إليها الجانب الصيني على أنها زيارة هامة تأتي في وقت دقيق، سواء فيما يتعلق بهذه المستجدات التي تلقى اهتمام البلدين، أو فيما يتعلق على بصعيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين. الصين تنظر إلى مصر بوصفها تجربة أو تمثل وتقود تجربة تنموية ملهمة لكل الدول النامية، وتحظى بتشجيع وتأييد مجتمع رجال المال والأعمال والاستثمار في الصين. لذا ينظر إلى هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الزيارة السابعة من نوعها منذ تولي سيادته مقاليد الأمور في عام 2014، على أنها زيارة تمثل إضافة هامة وقوية لمجمل العلاقات التي تربط بين القاهرة وبكين. نعم محمد، شكرا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري من العاصمة الصينية بكين على كل هذه المعلومات.